وضع آخر شل محتجون ببلدية الأخضرية في ولاية البويرة صباح اليوم حركة المرور على مستوى طريق السيار تنديدا باستلامهم سكنات دون كهرباء ولا ماء. واحتج العشرات من المستفيدين من السكنات الاجتماعية بقطع حركة المرور في الاتجاهين الرابط بين ولاية البويرة والجزائر العاصمة بالطريق السيار بالأخضرية. هذا وتدخلت مصالح الدرك الوطني وعدد من العقلاء لفتح الطريق والتهدئة إذن بعد أزيد من 3 ساعات كاملة.